السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير همة وطن. وضيفنا لهذه الحلقة السيد حابس ثلجي، صاحب مشغل حابس ثلجي الفخار في منطقة الشهباء. ضيفنا الكريم، بداية نرحب فيك، نحكي لك مساء الخير. مساء النور. أنا حياتي. نعم أخ حابس، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي هذا المجال، ولك الباع الطويل والخبرة. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك العلمية والمهنية قبل افتتاح هذا المشغل الناجح. تفضل أستاذي. والله احنا عاملينها مشغل الفخار هذا من تقريبا 93، يعني من رحمة الوالد. يعني من رحمة الوالد. نعم. وتوفى الوالد، ظلينا احنا في هالشغلة هاي. احنا يعني شغلتنا تنقصها العمال. نعم. يعني بنحكي لوزير العمل بدنا عمال. نعم. عمال عندنا ما في. نعم، يعني يوجد لديكم مشاكل ومعوقات وعقبات تواجه العمال. العمال. العمال المصريين بالأخص، يعني ما في غير المصريين. الأعمال الوافدة بنحكي. الوافدة نعم. نعم، شو هو شو بتحب توجه رسالة لوزارة العمل؟ وزارة العمل يعني احنا التسريح، انا اليوم يعني جاي من وزارة العمل اليوم دافع 1100 ليرة تسريحين. 1100 ليره يعني قديش كل شخص بكلف مثلا؟ 540 ليره. نعم كل عام مع اوراق ومع هذا بده 540 ليره كل عام الواحد، و85 ليره كشف هي 625 ليره. بتيجي للعامل بتقول له ادفع، بقول لك يا عم انا ما بقدرش ادفع. سنوي ولا العامل لما يجي من خارج البلد؟ كل سنه. كل سنه. نعم. 540 دينار بده يدفع العامل، و85 كشف صحي. نعم هاي وصل للتسريح 600 ليره. نعم. نعم جميل. احنا اكيد راح ناخذ اراء اكيد من الوافدين الموجودين هون، اخواننا واشقائنا. هاي المشكله ان شاء الله بتنحل، واكيد يجي كشف من وزاره العمل لهذه المنطقه.